الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم مرحبا بك في أولى حلقات هذا اليوم ومع موضوع مهم جدا لكل شخص في هذه الحلقة إن شاء الله أقدم لكم تطبيق مهم جدا لصحة كل مستخدم فمعلوم لدى أغلبنا أن الشخص العادي ينبغي عليه أن يشرب يوميا بين لتر ونصف إلى لترين ونصف من الماء بشكل يومي لكن من منا يفعل ذلك فكلنا ننسى شرب الماء لإنشغالنا بالحياة اليومية فحتى إذا جلست أمام الحاسوب تجلس بالساعات ولا تشرب فيها الماء وهذا بطبيعة الحال فيه أضرار كثيرة على الجسد وقد يتسبب لا قدر الله في مجموعة من الأمراض في مقدمتها أمراض الكلى الخطيرة والمكلفة ماديا بشكل كبير جدا غالبا ما يكون السبب فيها هو شرب الماء فللأسف نحن كعرب ليس لدينا ثقافة شرب الماء. بينما الغرب تجدهم اينما ذهبوا يحملون معهم قنينات الماء ونظرا لاهميه هذا التطبيق فانا لم اكتفي بتثبيته على جهازي الشخصي بل قمت بتثبيته ايضا على احد الهواتف واعطيته للوالده الكريمه حتى يذكرها ايضا بشرب الماء اسال الله ان يحفظ امي وجميع امهاتكم فامي شخصيا لا تشرب الماء بشكل كافي وانا دائما اخاف عليه واذكره بشرب الماء لذلك قمت بتثبيت هذا التطبيق على احد اجهزتي واعطيته لها حتى يذكرها بشرب الماء اذا اظنكم قد فهمتم فكره التطبيق التطبيق يذكرك بوقت شرب الماء يعني كلما احتاج جسمك الى الماء فان التطبيق يذكرك بشرب الماء وهذا امر رائع جدا ومفيد لصحتك كما قلت بشكل كبير جدا اذا دعونا نتعرف على هذا التطبيق الرائع جدا مرحبا بكم مجددا اذا كما تشاهد معي هذا هو تطبيق متواجد على متجر جوجل بلاي مجاني وتجد ان شاء الله رابط في موضوع الحلقه والرابط اسفل هذا الفيديو على اليوتيوب اذا نقوم بفتح البرنامج مباشره بعد فتح التطبيق نقوم بتغيير الوحدات الى المليلتر في الماء والى الكيلوغرام في الوزن الخاص بك انت شخصيا من هنا تقوم بتحديد وزنك الشخصي في الويث تقوم بادخال الوزن الحقيقي الخاص بك حتى يقوم بقياس الماء الذي يجب أن تشربه يوميا بطبيعة الحال هذه عملية مهمة في حالة أن الآن تفاجأت أول مرة أقيس وزني منذ سنوات وجدت بأني أزن 70 كيلوغراما كنت أظن أني أقل من ذلك إذا تدخل هنا الوزن الخاص بك ثم عندنا هنا في الويك أب أند سليب تقوم بإدخال وقت استيقاظك ووقت نومك عادة الوقت الاعتيادي الذي تستيقظ فيه وتنام فيه إذا نضغط على الويك أب أولا إدخال وقت السيقات تقوم بإدخال الوقت الذي تستيقض فيه عادة مثلاً الثامنة صباحاً ثم في وقت النوم أيضاً تختار الوقت الذي تنام فيه عادة مثلاً منتصف الليل ثم نضغط على أوكي ونضغط على أوكي الآن كل ما عليك فعله هو الضغط على هذه الأيقونة الصفراء ثم تختار حجم الماء الذي تريد أن تشربه في كل مرة يعني عندما يعلمك البرنامج بوجوب أو بأن وقت شرب الماء وصل يعني يجب أن تشرب فما هو الحجم الماء الذي تشربه عادة هل تشرب قنينة كأس كبير كأس شاي كأس قهوة كما تشاهد معي تختار الحجم الذي تشربه عادة أنا أختار حجم الكأس المتوسط كما تشاهد يضع هنا الكأس ويعطيك هنا التاريخ الذي سوف يعلمك فيه بضرورة وجوب شرب الماء كما تشاهد مثلا هنا بعد ساعه سوف يعلمني باني يجب ان اشرب الماء سوف تصلك رساله مع الصوت انسكاب الماء سوف تسمع ذلك الصوت الذي نسمعه عندما نسكب ماء في كوب او شيء من هذا القبيل وسوف يهتز ايضا الهاتف فايبريشن وسوف يصل في رساله تصلك تجدها هنا في شريط الاشعارات وبالتالي سوف تعرف الوقت الذي يجب عليك ان تشرب فيه الماء في كل مرة يكون جسمك في حاجة الى شرب الماء سوف يعلمك التطبيق شخصيا اذا لا شك انه تطبيق رائع جدا ومفيد ومن احب التطبيقات الى قلبي شخصيا لانه مهم جدا لصحتك وسوف يجنبك ان شاء الله الكثير من الامراض السلام عليكم لا شك ان تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك او واتساب او غيرها من التطبيقات هي مهمه في حياتنا اليوميه من اجل التواصل مع من نهتم لهم لكن المشكله في هذه التطبيقات ان مدمنيها يالفون الكسل وبالتالي لا يتحركون بشكل كبير جدا ويظلون في غرفهم او منازلهم دون الحركه وهذا بطبيعه الحال يؤثر عليهم اجتماعيا وخصوصا صحيا فكيف يمكننا ان نجعل تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب واي تطبيق تدمن عليه على هاتفك يشجعك على الحركه ويحسن من صحتك بدل ان يحجزك في الغرفه هذا ما نراه ان شاء الله في هذه الحلقه اهلا بكم مجددا اذا كل ما تحتاج اليه هو تطبيق ستيب لوك تطبيق مجاني كالعاده ومتواجد على المتجر وتجد رابطه اسفل الفيديو كالعاده ايضا مباشره بعد فتح التطبيق نضغط على سكيب او تجاوز ثم بعد ذلك نضغط على اوكي هنا مباشره بعدها نضغط على ايقونه البلاس وتختار التطبيقات المثبته على جهازك هذا الجهاز انا قمت بفورمات له للتو لذلك يظهر لي فقط تطبيقين تطبيق فيسبوك وتطبيق مشروع فأنت في حالتك بطبيعة الحال سوف تجد كل التطبيقات التي ثبتها على جهازك موجودة هنا فلنقول مثلا بأن الفيسبوك هو أحد أسباب إدماني للجلوس في المنزل أنا أيضا من الكسالى لا أتحرك كثيرا من غرفتي فقط تقوم بالضغط على التطبيق الذي تريد أن تجعل منه محفزا لك على الحركة ثم تختار من هنا عدد الخطوات التي تريد مثلا 1000 خطوة أو 800 أو 700 كما يمكنك أن تزيد أو تنقص في الخطوات من هنا من خلال البلاس والماينس ثم بعد ذلك فقط تضغط على اد. أيضا يمكنك إضافة تطبيقات أخرى بطبيعة الحال مثل تطبيق الواتساب أو تطبيق موقع مشروح أيضا إذا كنت مدمنا على موقع مشروح فيمكنك استخدام هذه الطريقة أي تطبيق النسخة المجانية من هذا التطبيق تسمح لك بإضافة تطبيقين اثنين لكن النسخة المدفوعة والتي يبلغ سعرها 1.49 يعني 1 دولار. تسمح لك بإضافة تطبيقات أكثر من تطبيقين لكنني أظن أن النسخة المجانية هي أكثر من كافية فتطبيقين اثنين أكثر من كافيين مثل الواتساب مع الفيسبوك ثم أيضا نفس الشيء تضغط على أوكي أو آد الآن نخرج من التطبيق عندما تحاول فتح أي تطبيق من التطبيقات التي قمت بقفلها بالخطوات مثل فيسبوك مثلا فهو كما تشاهد معي يقول لك بأنه تبقى لك 1200 خطوة من أجل أن تفتح الفيسبوك يمنعك من فتح الفيسبوك والطريقة الوحيدة لتفتح الفيسبوك وتستخدمه هي إذا قمت وتمشيت 1200 خطوة أو عدد الخطوات التي حددته أنت أنت الذي يحدد عدد الخطوات سواء 100 أو 200 أو العدد الذي يناسبك نفس الشيء كما تشاهد معي لو اخترت فتح تطبيق موقع مشروح كما تشاهد معي يقول لي باني احتاج الى 700 خطوه من اجل أن افتح تطبيق موقع مشروح تبدأ بالحركة وهو يبدأ في العد عندما تصل إلى العدد الذي حددته أنت سوف يفتح لك تطبيقك المفضل وهذه طريقة ممتازة جدا لتشجيعك على الحركة إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه لا تنسى لايك ومشاركة والاشتراك ثم الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش مشروح وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته